الرحمن. أشار إلى وجود الأحراز الموجودة مع أو في هذه القضية، وهذه الأحراز كانت عبارة عن 19 حفظ. الأحراز عبارة عن الهواتف المحمولة واللابتوب ووحدة تخزين هارد خاصة بالمتهم وكارت ميموري الكاميرات المراقبة وبعض المحاضر لمشاهدة وتفريغ الهواتف المحمولة ووحدات تمثيل الجريمة أو مقاطع تمثيل الجريمة. 19 حفظ قامت النيابة اللي هي كانت موجودة معاها وطالبت في هذه الجلسة يتم فض هذه الأحراز. القاضي قام باستجواب كريم وخرج من القفص من هنا عشان يسأله انت شغال ايه؟ قال له انا بشتغل مدرس انجليزي، هل انت قمت بالجرائم بتاعتك؟ ما كانش بيرد، يعني كان بيقول له انا مش سامع كويس، وكان في حالة كده من الصمت، ولكن كان يرد بإيماءات فقط برأسه دون ان يتحدث، وأشار لمحاميه الأربعة فبادروا بالحديث وطالبوا بطلباتهم، وكانت طلبات المحاميين في هذه